السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فإذا قال قائل: هل يجوز العهد بيننا وبين المشركين أن لا نقاتلهم ولا يقاتلوننا؟ فالجواب نعم، إذا احتجنا إلى ذلك جاز، مثل أن يكون الناس في المسلمون في حال ضعف لا يستطيعون مقاتلة العدو، فلا بأس أن يجرى بيننا وبينهم صلح. ولكن هل يتحدد بحد أو لا؟ نقول الصلح ثلاث أقسام: قسم محدد، يعني نقول للكفار بيننا وبينكم 10 سنوات، 5 سنوات، 8 سنوات، فهذا جائز بالاتفاق. ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صالح قريشا كم؟ لمدة 10 سنوات، صالحهم على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوننا، بل صالحهم على شروط عجيبة ظاهرها غضاضة على المسلمين، ولكن الله تعالى يحدث من أمره ما شاء. الثاني المؤبد، العهد المؤبد ألا نغزوهم أبدا، فهذا حرام وأظنه بالإجماع، لأن هذا يقتضي إبطال الجهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، ولا قيام للأمة إلا بالجهاد إذا قدرت على هذا. القسم الثالث المطلق، نجري بيننا وبينهم صلحا بدون تحديد بمدة، فاختلف العلماء في هذا على قولين. نعم، المطلق أو الزائد على 10 سنوات، فاختلف العلماء في هذا على قولين، والراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك جائز. هذا المطلق فائدته أنه إذا قوانا الله عز وجل وملكنا ما يمكن أن نهاجم به العدو، قلنا لا عهد بيننا وبينكم، فسخنا العهد، ولا يمكن أن يحتج علينا لأنه ليس بيننا وبينه مدة، وإذا فسخنا العهد جاز أن نقاتله. وأما ما شنع به بعض الناس على المصالحة مع اليهود، هذه مسألة سياسية، وربما تجد بعض هؤلاء المشنعين من أبعد الناس عن الإسلام، وإنما هي سياسة وعصبية وقومية وما أشبه ذلك، وهؤلاء لا عبرة بهم. ما دام لدينا دليل من القرآن والسنة فإنه لا فإننا لا نهتم بأحد، وليشنع من شنع.